أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم المرور في المساجد مع عدم أداء سنة المسجد؟ المرور لا بأس، المرور مع المسجد أو دخوله لأخذ شيء منه يخرج لا بأس بذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا عابري سبيل حتى تغتسل. عابر السبيل لا بأس أنه يروح يمر، حتى الحائض، حتى الحائض يجوز أن تدخل المسجد للعبور أو لأخذ شيء من المسجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتناوله الخمرة من المسجد. نعم.